ونبقى في نفس الإقليم، حيث قدم مؤخرا حاكم الإقليم آدم فورتي بيانا حول استتباب الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين بالإقليم. سادول حكومة واليوم الحمد لله من قدر أن حكومة ونصاد أنا شاب آفجة اليوم الحمد لله آفجة في رجوان الله كاليوم في الليل كل تقدر تروح ويدا كله تقدر تمشي في لبائل كل بنوخة دا كله يفور أنا حكومة ويفور أنا شاب نقول ناس دول الفاتو في بوكو حرام وايدين ما فاتو بنيان الفاتو بيني أقوم فيه والودم بيجو كل فيه. البوكو هرم جو هيلد وايدين سو أتاك مثل فيتيني مثل ميدي دول ووكي سو أتاك لناس دا بيجو كي ودم أوين يال بوكا بيجو كي ودم ناس دون مين ماشو ناد ماين دنيا ماشا كان بيجي فرصة بجد بيجو وايدين أول بيني أقوم ناس دا تشاو يقول شغل الله حلو شغل الله عديل نمشو فاتو من مين وصلوا هناك شافوا شغل الناس صورهم شغل ده كله كده في هناك الليتاب شغل ترجع ما في جو بكم تقول ده ديل ما في الورم مال برجو مال ما يرجو وشيء شافوا شغل ده ما ينفع هم بس ينيتهم قبل وقبلوا ده افور انا حكومة فيه أنا مين جينا في رجوان دا السنسيبيزاسيون غير نسوه كله اللي أي فران نقوله يالكو الفاتو دا المان إن دا نيا ناد مودا ولا الشاشو ودو وكي شغل دا ما سي حالي يقبل في بلا حكما بدورو مبسايدو حالي بوجو ساوى المودو بلد نكتا أنا في كوتي أنا تشاد دا سوينا إفور فاتا دي فرانتيرا آخر دا بس كي بوبيلاسيون أنا رجوان أنا لاك نوشي سوو كوميتي دي بيجنانس دا في فرونتيرا غينا دولو مافي في نيجر دابا بودو دابا غريب دابا بودو في هلال علي دي فادول تومور دول بوسو دول دابا ناس بودو ماكي اول كان شاب كله ميشن انا لاك دا غومورا افي باجي بي كوتي هنا باسكي حكومه بودو انفورماسيون اسكر كي كان تانكي انفورماسيون ما بان بالغا ما بقدر بيسوي هيدي ماكا هو انفورماسيون لا شاب ديسبنتي